غادروا منازلهم نحو ذلك المجهول الذي يبدو أكثر أمانا من حاضرهم هذا ومناطقهم المفخخة حاليا بالحرب بعد أن حاصرهم الموت من كل جانب واتجاه. لكن من قال بأن النازح يمكن أن يكون في أمان مطلق حتى في تلك الأماكن الهارب إليها؟ ففي الكثير من الأحيان يمكن أن تصل الحرب إليهم رغم الحرب. مشاهد الموت والمخاطر أثناء الهروب وصولا للمخيمات أو المدارس المكتظة بهم، كل هذه مراحل لابد أن يمر بها النازح. لكن بالرغم من هذا يبقى البحث عن الحياة ولو بمكان آخر وبظروف صعبة أكثر أهمية وأمانا من انتظار الموت في مناطقهم. حينها يجد النازح نفسه أمام خيارين، إما البقاء للمواجهة مع الموت الذي سينال منه في أي لحظة أو الرحيل، وهذا ما اختاره الناس في محافظة لحج حين نزحت الكثير من الأسر عن منازلها بمديرية القبيطة جراء قصف ميليشيا الحوثي المخلوع على القرى السكنية هناك. عشرات الأسر نزحت باتجاه جنوب كريش من المغنية والكعبين وجالس والكرب ليتم نقلهم إلى مخيم أنشأته لهم المقاومة في منطقة عقان. هكذا يتوزع الهاربون من الحرب بين نازح داخلي ولاجئ خارجي في انتظار حق العودة البعيد عنهم في الوقت الحالي.